بالنسبة لأطلالة الفنانة سما المصري بمهرجان القاهرة السينمائي بالحجاب، فهو إذا بدك فينا نقول عنه وكأنه تريق على الحجاب. كنت بتمنى ما أشوفها بهيك إطلالة، إطلالة غير موفقة بالمطلق كإطلالة. وثانياً ما بحل الواحد ياخد المنحة الحجاب بهالشكل، المحجبات إلهم لباس محدد، حتى لو ما كانوا ملتزمين بلباس الحجاب الكامل، ولكن المحجبة مش بس بوضع الحجاب على راسها، المحجبة أيضا بتصرفاتها، فمش مقبول كنا نشوفها بهالمظهر، مثل إنه هي عم بتمد لسانها. مش مقبولة هالصورة كانت نهائيا، أولا لا بحق المهرجان يلي رايحة عليه ولا بحق المحجبات. فمش مقبول تكون فنانة غير محجبة لابس الحجاب لتتريق على الحجاب بمد اللسان تاعها أو بأخذ صور بتفرجي مؤخرتها بشكل غير مقبول نهائيا. مش مقبول حدا يتريق على لباس حدا، مش مقبول حدا بالمطلق يتريق على الحجاب. أنا بنظري لباسها كان تريقة على الحجاب، وهذا الشيء غير مقبول غير موفق. لون الحجاب على لون الفستان، على لمعة الفستان، على إظهار التضاريس بجسدها بشكل خاص، خاصة أنه هي لابسة الحجاب. فبتمنى يكون الشخص عنده شوية وعي ويقول انه انا عم حاول اعمل شيء جريء، عم حاول اعمل شيء جديد، ولكن خلي الحجاب على جنب. الحجاب له اصول، الحجاب له التزام من قبل اللي بده يلبسه، ما بصير بهالطريقة نظهر الحجاب.